طبعا حضراتكم هذه الحكومة حكومة مؤقتة، حكومة تصريف أعمال، يعني هم حطوها لأن دايما كان التساؤل أين الحكومة أين الحكومة. فاليوم تم تشكيل حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية، وهذه الحكومة إنما طبعا اللي تولى منصب وزير الدفاع فيها هو نجل الملا محمد عمر، الملا محمد يعقوب مجاهد هو نجل الملا محمد عمر، مؤسس طبعا طالبان. وطبعا محمد حسن أخند ده أصبح الآن هو المفروض رئيس الوزراء، كله ده بالوكالة ليه؟ بالوكالة نظرا لأن هم جميعا دي في إطار عمل مؤقت للحكومة، هم قالوا إحنا الفترة اللي جاية هذه حكومة تصريف أعمال، حكومة مؤقتة، وقبل بعد كده هم يعملوا حكومة رسمية ورئيسية فيها كافة المناصب. إنما لمن يتساءل منذ فترة أين الحكومة الأفغانية، أصبح الحكومة النهاردة فيها حتى وزير خارجية موجود، ممكن جدا يقوم هو بزياراته ومقابلة الوفود، يعني وضع مجموعة من شكل من أشكال الحكومة الموجودة. اليوم حضراتكم في الحقيقة كان في مظاهرة في أفغانستان في كابول تحديدا، وأنا يعني توقفت أمام هذه المظاهرة، توقفت لسبب من الأسباب الحقيقة اللي أنا سررت بيها، إن هذا الشعب اللي طالما برضو فهمونا إن هو الناس بتوع جبال بتوع سهول وناس مش عارف إيه، لا لا لا، هو شعب أيضا طوق للحرية. جاءت بعض الأخبار نقلت كما قال المتحدث باسم طالبان أخبار خاطئة إن باكستان بتتدخل في شؤون أفغانستان، وهي من تقوم ب الآن ب يعني الإعداد لهذه الحكومة، والناس نزلت الشارع، وفود يعني عشرات نزلوا الشارع، ونساء بالمناسبة، يعني ورونا الصورة كده يا جماعة، نساء صور كتيرة لنساء ورجال وشباب، أهو شوف حضرتك وشباب متحمس بيهتفوا ضد، وبنات ونساء في قلب كابول، في قلب كابول مظاهرة بين هو بين الجماهير بين الشباب وبين النساء، تنزل تعترض على طالبان وعلى حكم طالبان وعلى ان طالبان تخضع لدولة اخرى ايا كانت، لو دولة مجاورة حتى باكستان. انا بقول لك ده شكل من اشكال يديك الامل في ان يبقى فيه الشعوب لها كلمة، والشعوب لا يعني لا تستيئس ان يكون موجوده. انا والله اسعدتني هذه المظاهره بغض النظر عن محتواها او بغض النظر عن تطويعها، قالك لا اصل دي في بعض الناس اللي هم اطراف خارجيه ولا ماليش دعوه. اللي انا اعرفه دي وشوش كلها شابه، نساء نزلوا واتكلموا واعترضوا. هل حضرتك حصل ان تم اطلاق الرصاص الحي عليهم؟ هل قالوا دول عفوا ارهابيين ومنحلين وتم اعتقالهم؟ اطلاقا قامت المظاهرة ثم انفضت، وخرج بعد كده متحدث طالبان عشان يقول لك بالمناسبة هنعمل قانون ينظم هذه المظاهرات كمان، اللي عاد يتظاهر مش قانون منع التظاهر يعني؟ لا لا لا، قانون تنظيم المظاهرات، اللي عايز الظاهر يا جماعة الظاهر من حقه يظاهر ويقول وفي أي مكان وكل حاجة، مش قانون منع المظاهرات. شوف واعقل كيف وصلت أفغانستان قبل ما نقلس وقبل ما نستهزئ وقبل ما نبدأ نقارن نفسنا بأفغانستان. وهذه المظاهرات تخرج الآن في صورة عشوائية وتحاول إثارة الفوضى، ونعرف من يقف خلف هذا الموضوع، فهناك أشخاص من خارج أفغانستان يعملون على تأجيج هذه المظاهرات وخلق الفوضى في المدن. وهذه المظاهرات تخرج